النهارده كمان فريق كرة اليد، الفريق الأول لكرة اليد بقيادة الكابتن طارق محروس، يعني للأسف في الثواني الأخيرة تعادل في مباراة الديربي مع نادي الزمالك، وبالتالي هيكون في مباراة فاصلة لحسم لقب الدوري يوم الاثنين المقبل. فعايز أسأل محمد عن شوية تفاصيل في المباراة هو تابعهم الحقيقة وتابع أداء فريقنا. أعتقد المباراة كنا في الشوط الأول يعني حسينا ان حظوظنا في المباراه بتتراجع جدا، ولكن كعاده شخصيه لاعبي النادي الاهلي اللي استجمعوا شخصيتهم، ومش اي فريق يقدر الشوط الثاني يرجع يعوض فرق النقاط اللي احيانا وصل لست نقاط، وكنا قدرنا فعلا نقدم مباراه الشوط الثاني جيده جدا. صحيح. حسينا بشخصيه النادي الاهلي، حسينا بثقه النادي الاهلي، حسينا ان احنا فعلا قريبين من ان احنا نحقق اللقب اللي في رايي كان مستحق حسمه النهارده، ولكن مش هنتكلم في التحكيم ومش هنرمي دايما على ظروف تحكيميه. ولكن عجبني مدرب النادي الاهلي استاذ شريف ان هو قال بعيدا عن فكره الفوز من عدمه، تكلم في مبدا وهو ان اللاعب اللي دايما يحس ان النادي الاهلي بيتعرض لظلم تحكيمي في لعبه كره اليد ده دايما هيأثر على شخصيته بالسلب، وكويس جدا ان هو وقف عند الحته دي، مش فوز او خساره بطوله انما مبدا الظلم اللي بيتعرض ليه كتير النادي الاهلي في كره اليد. صحيح، موافقك، لكن خلينا نتفق انه كمان اللعيبه كانوا على قدر المسؤوليه. حارس المرمى النهارده ادى اداء رائع عبد الرحمن طه في غياب الطيار. أنا متصور أنه لو نفس الروح ونفس الأداء يوم الاثنين محمد إن شاء الله نحسم هذه المباراة من بدري. كمان في عدد كبير من الشباب، يعني أصحاب الخبرات اللي لسه مش كبيرة في عالم كرة اليد، لكن كلنا ثقة في الكابتن طارق محروس وفي كاتبته إن شاء الله في تحقيق هذا اللقب بإذن الله.